رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويؤكد الحرص على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير. للقضاء على سمسرة الأراضي، الإسكان تعلن بدء الطرح الثاني لقطع الأراضي الصغيرة لجميع مستوياتها للأفراد. واحتدام المعارك في بخموت الأوكرانية، وكييف تؤكد وقف تقدم القوات الروسية بالمدينة. العاشرة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من DMC، أهلا بكم. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الموقف التنفيذي في المشروعات الجاري تنفيذها. وخلال الجولة افتتح رئيس الوزراء المركز اللوجستي لشركة مرسيدس بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطويرها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، والذي يقع بالمنطقة الصناعية في العين السخنة. وخلال الزيارة تابع رئيس الوزراء مختلف مراحل التصنيع ومعايير الجودة في المنتجات، كما أجرى حوارا مع أحد العمال للاطمئنان على الأوضاع الخاصة بهم، حيث تطرق لسبل انتقالهم اليومي وعدد ساعات العمل الفعلية والخدمات التي توفرها الشركة لهم. قالت شركة هاتشسون بورتس العالمية إنها ستستثمر 700 مليون دولار في مينائين رئيسيين بمصر، ليرتفع إجمالي استثماراتها في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت الشركة أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر ومحطة حاويات العين السخنة الجديدة. وذكرت الشركة أن مدة تشغيل المشروع 30 عاما، موضحة أن طاقة المشروع ستظل إلى أو تصل إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزائر بدء طرح الثاني للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم ولمدة شهرين. وقال وزير الإسكان إن الطرح الثاني للأراضي السكنية الصغيرة بالتخصيص الفوري يهدف للقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، مشيرا إلى أن الطرح سيكون إلكترونيا ويشمل 481 قطعة أرض موزعة على عدد من المدن السكنية الجديدة. أهلا بحضراتكم من جديد، وعودة لملفات النشرة. إذا أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي، أكدت الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والاستجابة لكافة المقترحات بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأشارت وزيرة الهجرة إلى مدى التسجيل في المبادرة حتى 14 من مايو المقبل بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70%، واضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30% فقط من الضريبة الجمركية يتم ردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقت استرداد الوديعة. كما أضافت السفيرة سهى جندي أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد بجلب سياراتهم. أعلن البريد المصري أن الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد ستتأثر، وسيتم غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وذلك لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات. وأوضح البريد المصري أن خدمات التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي ستتأثر مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث، مشيرا إلى أن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ستعود للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد المقبل. تنطلق غدا من استاد القاهرة الدولي فعاليات مبادرة كتف في كتف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد واحدة من أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتستهدف المبادرة توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية في كافة محافظات مصر قبل شهر رمضان الكريم، مستهدفة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا. ويشارك في هذه المبادرة أكثر من 50,000 متطوع تحت قيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلي الكاتب الصحفي السيد أكرم القصاص ورئيس تحرير اليوم السابع. رحب بك معنا سيد أكرم على شاشة دي أم سي. يعني غدا تنطلق المبادرة الأكبر للحماية الاجتماعية كتف في كتف، تفاصيل أكثر حول عدد المشاركين في هذه المبادرة من المنظمات الأهلية والخيرية، وما تطمح هذه المبادرة لتحقيقه وتوفيره. هو طبعا تحالف الوطن العمل الأهلي بدأ منذ مارس قبل الماضي وعنده جهد كبير جدا في تجميع المنظمات. قبل ذلك كان في يعني كل منظمه او مؤسسه تشتغل لوحدها، طبيعي كله بيشتغل لوحده، لكن دلوقتي بقى في توجه كبير جدا. في المؤتمر الاول ليهم كان واضح جدا ان هم يعني بيتجهوا نحو تركيز شغلهم والاعتماد على قواعد معلومات، ويبقى في تنسيق كبير جدا يوصل المساعدات ل أطرافها المحتاجة بشكل واضح. في 33 كيان تنموي ومجتمع أهلي في هذه العملية، في 50,000 متطوع بيشتغلوا بشكل تطوعي مهم جدا على مستوى محافظات مصر كلها. فكتف الحقيقة أكبر يعني أكبر مبادرة من هذا النوع، وسبق قبل كده إنه عملوا يعني أنشطة مع حياة كريمة أو غيرها، وما يوصل 4 مليون. أعتقد إنه إحنا بنتكلم فيما يطلب من 20 مواطن سيصلوا بهذا الأمر على اعتماد على قواعد معلومات مهمة ومتطوعين بهذا الشكل، لديهم الشغف الكبير والاهتمام نحو التحرك لتقديم هذه المعونات. أعتقد إنه سيجعل هذا العام مختلف عن السنوات السابقة، لأنه في السنوات السابقة كانت كل مؤسسة وهو عمل مشهور بتتجه بعمل فردي، النهاردة في قواعد معلومات وفي شغل وفي تحركات على مستوى واسع وعلى مستوى كافة المحافظات. نعم سيد أكرم، يعني في ذات السياق ما هو حجم المستفيدين المرجو الوصول إليهم من خلال هذه المبادرة، وكيفية ضمان وصول هذه المبادرة للفئات الأولى بالرعاية؟ الحقيقه التحالف يعني اصبح لدي قاعده معلومات مهمه، فممكن ما يحصلش تكرار في تقديم هذه المساعدات. العدد المستهدف تقريبا 20 مليون او اكثر، لانه لو حسبنا ده بالاضافه الى الجمعيات اللي بتشتغل بشكل فردي. فطبعا 20 مليون رقم مش قليل لو حسبناه، والكميات من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف ومن ناحيه النوعيه والجوده وغيره ده واضح جدا فيه بشكل عملي. فوجود قاعدة معلومات واستفادة وقاعدة التضامن والرقمنة اللي موجودة أعتقد هتسهل هذا الأمر بشكل كبير، ونتمنى إنه واللي ده اللي بيبذلوا جهد كبير في التدقيق وفي الوصول للمستحقين، مثلا في المناطق الحدودية، في المناطق اللي ما كانش بيصلها قبل ذلك سواء في الصعيد أو في الوجه البحري أو في القرى، تغطية كافة المحافظات بشكل كامل. اعتقد انه ده هيوفر مظله كبيره جدا تخلي رمضان القادم ان شاء الله ممكن يبقى مختلف تماما عن السنوات السابقه. ان شاء الله بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والتفاصيل السيد اكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع.
انتهت وزارة الصحة والسكان من فحص 1,700,000 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروسي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي. وأوضحت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 1,200,000 طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية من خلو مصر من فيروسي. تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات للعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية. وكانت اللجنة المركزية قد انتهت من اختيار الأمهات المثاليات للعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات. أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مصر لديها إمكانات واعدة لتكون دولة اقتصادية عظيمة. وقال وزير المالية السعودي إن المملكة بدأت الاستثمار بشكل مكثف في مصر، وذلك بعد أن أودعت وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، مشيرا إلى أن ميزانية السعودية للعام الجاري تتضمن تعزيز الاستثمارات في مصر وتركيا. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية في الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، مع توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة يصل إلى 7% بحلول العام المالي المقبل. رغم توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في مختلف دول العالم من كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر استطاعت من خلال المشروعات القومية والتنموية الكبرى والتي وفرت فرصا كبيرة للعمل أن تهبط بها معدلات البطالة لأدنى مستوياتها. تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم في السوق خاصة التعليم الفني والتدريب المهني. التقرير أشار إلى التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لضمان المشاركة الفعالة في رفع معدلات التوظيف. وفي الوقت ذاته لم تغفل الجمهورية الجديدة دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ما أسهم في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية. التقرير أشار كذلك إلى توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023-2024، مشيرا إلى أن تأثير الصدمة الأولية والتي أحدثتها جائحة كورونا على البطالة بدأت في الانحسار مع انخفاض معدلاتها إلى 7.2% في الربع الأخير من 2021-2022. من جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية في خفض معدلات البطالة، كما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن جهود الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أسفرت عن نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات المختلفة وعلى رأسها انخفاض معدل البطالة. منظمة العمل الدولية أكدت بدورها أن السياسات التي اتبعتها مصر هي سياسات ناجحة أدت بالأساس إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب. تتواصل المعارك الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة بخموت شرقية أوكرانيا، حيث أكدت القوات الخاصة الأوكرانية أنها أجبرت القوات الروسية على وقف هجماتها في بخموت، معلنة التصدي للهجمات الليلية على مواقعها الدفاعية في المدينة. وعلى الجانب الآخر نفت روسيا الأمر
مشيرة إلى أن الوضع الميداني يؤكد استمرار تقدم قواتها لإحكام السيطرة على المدينة الاستراتيجية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها الجوية شنت 16 غارة على مجمعات تابعة للجيش الروسي ومعداتهم العسكرية في آخر 24 ساعة. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت نقطة مراقبة ومحطتي رادار ومحطة حرب إلكترونية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات للجيش الروسي، إلى جانب إسقاط 13 طائرة بدون طيار. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.